الباب الخامس والعشرون ومئة. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.